صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 90 لسنة 2019 بعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وجاء في المادة الأولى من المرسوم: يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النحو الآتي: السيد محمود هاشم الكوهجي رئيسا، وعضوية كل من الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة، السيد أحمد زايد الزايد، السيد صباح سالم الدوسري، السيد محمد علي القائد، السيدة آمنة أحمد راشد رميحي، السيدة دينا أحمد الفايز، السيد خالد محمد نجيبي، السيد عارف أحمد هجرس، السيدة سونيا محمد جناحي، والسيدة سعاد محمد مبارك، السيد أسامة سلمان حسن محمد، السيد مشعل علي الحلو، السيد محمد إبراهيم البستكي، الدكتور مالالا جعفر الحمادي. وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.